وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مسقط الكاتب والإعلامي خالد البلوشي. مرحبا بك معنا أستاذ خالد في نشرة الثامنة. وفي البداية، هل لك بكلمة تود أن توجهها بهذه المناسبة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة. أولا يسعدني تشرف برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني 52. وأيضا أشكر تلفزيون مملكة البحرين الشقيق على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة والمشاركة الجميلة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني. وتقدم أيضا بالشكر إلى مقام جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. بالنسبة للإطروحات اللي نتكلم عنها، خاصة في الجوانب، خاصة الجوانب الإعلامية نتكلم عنها ودورها في إبراز دور الأعياد الوطنية. نعم. من المعلوم أن للأعياد الوطنية دور هام وكبير جدا في إظهار المنجزات التي قامت بها تلك الدول، والاحتفاء بالأعياد الوطنية هي وسيلة أساسا تعمل على تحفيز النشء، خاصة الشباب، وتذكيرهم إنه هناك مبادئ كتبتها الأمة ويتوجب الإبقاء عليها والمحافظة عليها. هناك تاريخ موجود لنا فيتم استرجاعه في هذه المناسبات المجيدة. يعني ليس من الضرورة إنه هناك كتب تكتب ما تم إنجازه، ولكن هناك مواقف لابد من إعادة ذكرها من وقت إلى آخر. طبعا تتزامن هذه الاحتفالات وخاصة العيد الوطني 52 مع ظهور الخطة 50 للسلطنة اللي هي 2021-25. وطبعا تأتي هذه الخطة ضمن الخطة الأولى التنفيذية لرؤية عمان 2040. طبعا معروف أن رؤية عمان 2040 ترتكز على محاور أربعة، ومنها 14 أولوية و88 هدف و68 مؤشر للأداء. من ضمن الأهداف أو أساسيات رؤية عمان 2040 هو تأكيد أهمية دور النشط في الحفاظ على منجزات ومقدرات هذا الوطن، وهذا شيء ضروري جدا. طبعا الإعلام يلعب دور كبير جدا في إظهار ما تم إنجازه على مدى العقود الماضية. العهد المتجدد بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله لا يعمل فقط على جانب اقتصادي فقط، ولكن هناك جوانب اجتماعية يتوجب من خلال هذه أيضا الاحتفالات إنه الإعلام له دور كبير جدا في إظهار تلك المنجزات، وليس فقط الإعلام المحلي، ولكن هناك الإعلام الخليجي والإعلام العالمي. وتستغل يعني وتنتهز الدول، معظم الدول الصديقة والشقيقة، هذه المناسبات في إظهار ما تم إنجازه داخل السلطنة. وهناك زيارات دائما تحدث من خلال إعلاميين من كل أنحاء العالم ينتهزوا هذه الفرصة لزيارة السلطنة للاطلاع على ما تم إنجازه. لذلك نرى أن الإعلام دوره هام وكبير جدا في إظهار ما تم والتعريف بالبلد وبيان أهمية ما تم إنجازه على مدى العقود الماضية. كل عام وسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا بألف خير. من مسقط الكاتب والإعلامي خالد البلوشي، شكرا جزيلا لك.